السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير، حيا الله الجميع. طبعا أنا جلست يمكن ببداية الصيف وأنا أعمل تجارب على التين، كم يحتاج ري يوميا، وبديت من الري من كل 3 أيام ونص أعطيه ري. جلست تقريبا شهر، شفت النبات ما في تحسن، بالعكس في احتراقات في أطراف الأوراق مثل هذا الشكل ومثل هذا الشكل. بعدها رفعت نسبة الري يوم ورا يوم، جلس برضو شهر ما في تطورات تذكر، بعدين عملتها ري يوميا، بعدين شوف بدأت النبات تتحسن، أشوف بدأت النموات وأبدأ أشوف خروج ثمار جديدة، فبديت أعطيه ريتين باليوم وأشوفه الحين كيف تحسن النبات. تحسن جدا جدا ملحوظ وسريع، مره سريع. خلينا نشوف. طبعا الحين انا هذه تيم مستويه وما هنا اجمل من شكله، لكن اغلب النباتات ما اعرف اسمها لاسباب تنقلها وشيلها من مكان الى مكان، هو اللي خلى اني ما اعرف اساميهم، لكن تقريبا 80% يعرفها. هذه شتلات الجديدة، آخر شتلات جديدة، هذه زي العسلية من داخل ما فيها حمار، زي العسل من داخل، مايل الفتوح فاتح كذا شوية. في أشياء يعني لو خليتها راح أتأخر عليها، وكلتها أمس أو قبل أمس أكلتها. هذا تركي، يبدو أنه تركي. هذا يمكن ثالث ثمرة كلها هذه الفترة. نسبة الأملاح تقريبا 1400-1600 تقريبا، هذه أملاحها. البي اتش على 6.5. تأخرنا عليها. هذه شكلها مستوية بس ما هي مستوية، هذه يعني بقي لها يوم يومين ذي. شوف النموات ما شاء الله تبارك الله. طبعا خل أذكر لكم ليش أنا ما كنت أعطيها ري زائد، ليش أتوقف عن ريها، لسبب هذه مستوية. لأنه إذا عملت الري لهذه التين يعني يدوب ينقص من الخزان كذا، يعني 2 سنتي يعني النبات ما يستهلك. هو إيش المشكلة؟ هو المشكلة إنه الجذور ممتلئة جدا داخل الدست باكت.